ثلاث أعداء للنجاح تجنبها لكي تحقق ما تريد. جميعنا لديه أحلام كبيرة وأهداف يسعى لتحقيقها، لكن في كل مرة يقع ضحية لأحد أعداء النجاح ويصاب باليأس ويشعر بالعجز ويفقد الرغبة في العمل. تجنب هؤلاء الأعداء في طريقك إلى القمة. العدو الأول: منطقة الراحة، Comfort Zone. معظم الناس يتخوف من التغيير ويفضل بقاء الوضع على ما هو عليه، تراه يميل للروتين ويتجنب حدوث أي تغيير. وباختصار فإن هذا العدو محطم الإبداع. العدو الثاني: العجز، Hopelessness. يميل البشر بطبعهم إلى تجنب فعل الأمور الجديدة بدعوى أنهم غير قادرين على فعلها، أنهم لا يملكون الأدوات اللازمة لتحقيقها، أو أنها صعبة. وكثير من الحجج التي تستخدم لتجنب فعل ما هو جديد. 30% من الفرص الضائعة تعود إلى التردد والشعور بالعجز، وهذا العدو هو بكل تأكيد قاتل الفرص. العدو الثالث: الخيار السهل، Path of Least Resistance. يميل 80% من البشر إلى البحث عن الطرق السهلة لتحقيق ما يريدون. نعم، فعل الشيء بطريقة سهلة أمر جيد، ولكن الأهداف الثمينة والطموحات العالية لا يمكن تحقيقها بالطرق السهلة. الإنجازات العظيمة تحتاج وقتا طويلا وجهدا جبارا، وخلال رحلة الوصول إلى القمة فإنك ستمر بمطبات كثيرة على طول الطريق، فهذا العدو هو صانع الكسالى. وأخيرا، تذكر أن النجاح ليس مسألة حظ أو صدفة، بل هو نتاج جهد وإصرار لا يعرف الاستسلام. عندما تشعر بالتردد أو الشك، تذكر دائما أن أعظم الإنجازات جاءت من خلال تحطيم الحواجز وتجاوز الصعاب.